ها قد وصلنا إلى المحاضرة الثالثة نعم بعنوان نظف سطح السفينة أمين أحب هذا العنوان وأنا متحمس لما سنتكلم عنه ثم سنفتح معا ما معنى, ما معنى نظف سطح معناه السفينة؟ أحب هذا المعنى معناه أن تستعد لحادثة أو هدف معين كما كنا نتكلم سابقا عن طريق التعامل مع أي شيء قد يعوق التقدم إذن ما نتكلم عنه هو العوائق التي تمنعنا من اكمال المهمه المطلوبه في زواجنا وبالاخص الامور التي جئنا بها الى الزواج او التي بدات بعد زواجنا وهي الان تمنعنا من الاتساع وسنكون صريحين وسنعرض انفسنا للهجوم انه مبدا المحاوله والخطا السنوات الاربعه الاولى من زواجنا كانت كالمصارعة الحرة. عندما عرفيهم. لا يكون لديك أطفال يراقبون تصرفاتك، ستجد نفسك تتصرف تصرفات حمقاء جدا. لقد كنا نتشاجر خاصة لأنه لم يكن لدينا نموذجا تقيا نحتذي به، لأن كلانا من عائلات لم تكن والداك لم يتشاجرا، والداي تشاجرا. أبي أبي, لذا أبي نادرا ما كان يتكلم، نعم، كان من الصعب أن تشعر بوجوده. حسنا اذكر اول مرتين اختلفنا فيهما لم نكن نعلم ماذا نفعل لاننا لم نكن نصغي جيدا في جلسات مشوره ما قبل الزواج حين قالوا عندما تختلفان قلنا لا لا نحن نحب بعضنا لقد جمعنا يسوع ان يد الله على حياتنا سيكون زواجنا مثاليا قلنا هذا الكلام لمن ليس لديهم ارتباطا الهيا هم بحاجه للمشوره وليس نحن على أي حال حين تشجرنا اول شجارين كانا شديدين جدا أذكر حين دار بيننا ذلك الحوار، قال جون اجلسي اجلسي حالا لكن أنا لا أحب أن يملى علي ما أفعله بهذه الطريقة، ثم قال يجب أن تجلسي وليجعلني أجلس، دفعني على السرير فنزل جزء مني على السرير وجزء في الهواء، فوقعت على الأرض ثم قمت بالمصباح الأرضي في يدي، التقطت المصباح الأرضي كانت على وجهي نظرة رعب. نعم، ثم نظر إلي وسألني: "ماذا ستفعلين بهذا؟" فأجبت: "لا أعرف لم أمسكته. أذكر فقط أني قلت له: "هل كان هذا هو الوضع لا، حين وجدت أطباقا لا، 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 لا تطير نحو رأسي؟" لا لا لا، ثم وضعناه على الأرض، وأتذكر أني خرجت للغذاء بعدها، وكنت مرعوبة جدا. كيف هذا؟ لقد رفعت مصباحاً أرضياً على زوجي. فقلت لقد جننت حقا ثم خرجت لاتغدى مع صديقتي انيت وقلت لها انيت هل اختلفت في الراي مع رون من قبل وفجاه وجدت مصباح ارضي في يدك فنظرت الي وقالت لا فقلت لها ولا انا واذكر انه لم يكن لنا مكانا نذهب إليه لم يكن لنا أحد نذهب إليه وأذكر أن الأمر تصاعد جدا جدا كانت إرادتنا قوية وتصاعد الأمر أقصد كنا نتشاجر باليد وأذكر أننا كنا نتشاجر باليد في أول سنتين وأذكر مرة ضربتني فضربتها لقد قمت بضربها و أصبت بالذعر، أدركت ما أفعله وقد مر 28 عاما على هذا الحدث ولم يتكرر طوال هذه المدة أبدا، لكن يجب أن أقول هذا، هناك سيدات يضربن، أخجل من هذا لكن إياك أن تضرب زوجتك لأي سبب مهما فعلت. حتى لو ضربتك بمصباح لا تضرب زوجتك انها الاناء الاضعف ويريدك الله ان تعطيها كرامه وهكذا عشنا اول سنتين من الزواج اخذت اخذت على نفسي عهدا اخذت على نفسي هذا العهد اذا ضربني زوجي سوف انهي علاقتنا اذا مر عامان على زواجنا وفجاه وجدت نفسي اواجه قرارا سيغير حياتي لاني قلت اذا ضربني سأتركه وأذكر ما فعلته، لقد قرأت كتاب Love must be tough وقررت سيتصاعد الأمر ويتأزم، وحين رجع جون من العمل وجد باب البيت مغلقا من الداخل، فنادى وقال: لقد رجعت يا ليزا، فنظرت من الشباك العلوي وقلت: أعرف ذلك، لكن لا أعرف أين ستنام، لكن ليس هنا، لن تعاملني بهذه الطريقة، وأذكر أنه قال لي: لا أنت جادة؟ فقلت جادة جدا فذهب عند أحد أصدقائنا ثم صليت وقلت يا رب لدي بعض الأفكار لك لابد أن تعطي جون حلما سيئا لابد أن تكلمه وتقول له كم كان سيئا معي لكن لا أريدك أن تقتله لأني لا أملك تأمينا كافيا على حياته لكن لابد أن تلفت انتباهه ومهما أكثرت الصلاة من أجل جون، كان الله يكلمني عن نفسي. ظل يقول ليزا: أنتِ تريدين محاسبة جون، لأنه حين كنا نتشاجر لم نكن نتشاجر فعلاً على شيء واحد، كنا نتشاجر على شيء بالإضافة إلى عامين من الخلافات المتراكمة، فلم أكن عادلة معه. كنت ألقي بكل شيء عليه حتى لا يشعر أبداً أنه يمكنه أن يخرج من تحت حمل أخطائه، وكنت أفعل هذا لأني تربيت في بيت مليء بالإساءات العاطفية والبدنية، وكنت أخشى من أنني إذا سامحته بالدين الذي عليه سأشعر بعدم الأمان، وبينما كنت في البيت قلت ماذا ستقول جون؟ لماذا يجب علي دائما أن أتغير؟ أتمنى أن تخبر جون أن يفعل شيئا لأنه رغم أني كنت أريد أن أتغير في الواقع كانت المظاهر تهمني أكثر سيرجع إلى البيت وسيغير ثيابه حتى نذهب إلى الكنيسة معا ونظهر كزوجين مثاليين صباح الأحد لكن بينما تركت الله يغير قلبي بدأ يغير قلب جون ورجع إلى البيت لإمرأة جديدة ورجل جديد، جديد تماما، جاء إلى البيت، أعرف أن الناس يقولون بعض الأمور، مثال: إذا خانني زوجي، فلن أسامحه أبداً. إذا فعلت زوجتي كذا، فلن يجب أن لا تقول مثل هذه الأمور أبداً. يجب أن تترك الحب يأخذ مجراه. لا أعرف ما هي الحكمة التي خرجت بها بسبب الخوف، لكن يجب أن تمحوها. أول أربع سنوات شجار، ثم في الخمس سنوات التالية كنا في انكسار عشنا في النتائج إذا الشجار بدون بناء يجعلكما محاطان بشبابيك محطمة بالنسبة لي وأيضا ثلاجة تلفة لكن لدينا أشياء تذكرنا بأربع سنوات من الألم ولخمس سنوات ثم بدأنا نقوم ونبني نريدك أن تنظف سطح السفينة يقدر الأمر وكأنه مر تهم. عليه قرون وأنا أبتسم الآن لأني أدرك ما أحضرنا الله نعم ليه. نحن نتذكر الأمور إرادتنا صعوبة. قوية لذلك كان كسرنا صعبا إذا وجدت حصانا عنيدا وقوي الإرادة ربما يصبح أعظم حصان لديك هذا إذا انكسر لذا نرجو أن تفهموا أننا كنا في فوضى وهذه المرة هي أول مرة أقول علنا هذا الكلام الذي قلناه وانا اقوله لان وضعنا كان ميؤوسا منه بالفعل حقا لكن انا انظر الى حاله زواجنا الرائعه اليوم واقول يا الهي لذلك لا يهم ما تمر به ولا مدى سوء الحاله حاليا كل ما عليكما فعله هو ان تلتفتا الى الله وتسمحا له بان يتعامل معكما في بيت صديقي تعامل الله معي وحينها اتخذت قرارات بقيت معي سنوات طويله و انا لست فخورا بالاحداث التي حكيناها ولا اريد ان اتحدث عنها ولكن انا وليزا تحدثنا وقلنا انه ان كان هذا الكلام سيساعد الكثيرين منكم علينا أن نقوله لأنه شهادة عما يقدر الله أن يفعله وأنا أردد منذ ثمانية وعشرين عاما بالحقيقة قد أنقذني الله لذا أول شيء يجب أن ينظف سطح السفينة منه في الزواج هو الإساءة الإساءة ستمنعك من البناء وستمنعك من الاتساع وستزيد قائمة التذكارات نعم كلوسي ثلاثه ثلاثه عشر من الترجمه العربيه المبسطه اسمع واحتملوا اسمع هذه الكلمات واحتملوا طبق هذا على شريك حياتك وانت تسمع الان واحتملوا احدكم الاخر اريد ان اخبرك بامر تعرفه وهو ان شريكك ليس كاملا ولا انت لذا احتملوا احدكم الاخر تعني اسمحوا لهم بأن يرتكبوا أخطاء، ثم وسامحوا بعضكم بعضًا. يتضمن هذا بصفة خاصة شريك حياتك، وهذا ليس اقتراحًا، فكما سامحكم الرب بسخاء، سامحوا أحدكم الآخر. ليس، أعتقد أن الشخص الذي لا يقدر أن يغفر يكون قد نسي ما سامحه الله عليه. حين تفكر، في جزائنا العادل الذي نستحقه نحن نستحق ان نحترق في جهنم الى الابد، هذا ما يفترض ان يحدث لنا حتى لو ظننت انك صالح او قال المجتمع انك صالح انت تستحق النار الابديه في نظر الله، هذا مدى اساءتك الى الله، لكن الله من قبل ان تقول انا اسف مات بدلا منك اريد ان اطبق هذا على زواجي ايضا في اول سنتين اذكر اني كنت اقول لك ساسامحك حين تتغير نعم والحقيقة أننا نغفر لا أحيانا لا أقدر لكي يتغير الآخر نحن نغفر حتى يستطيع الآخر أن يتغير فحين نغفر فهذا بمثابة إعلان أثق في أفضل ما لديك أثق أنك تريد أن تحب سأسامحك حتى تقدر أن تتغير بدلا من أن أؤجل الغفران إلى أن تتغير لا أقدر أن أتغير لأن يسوع قال من أمسكتم خطاياه أمسكت بمعنى آخر إن لم أغفر لليزا لي لن تتغير، وإن لم تغفر لي لن أتغير، بالطبع الله لا بل سنشعر بثقله، نتغير لكن سنشعر بالثقل ستشعر بالثقل وهذا سيرجعك. عندما بدأت تسامحيني، شعرت فجأة أن الله بدأ يتعامل معي بطريقة أسرع. وهكذا أذكر أن الله أعطاني سيناريو لأن هذا لم يكن مني، جعلني أقول أثق في رغبتك في التغيير هذا عن لي الكثير حين نقول لله يا رب لقد فعلت ذلك ثانية يقول لنا أثق في إرادتك أن تتغير وأسامحك لا يقول سيتكرر هذا الفعل بعد أسبوعين أنا أعرف لأني أعرف النهاية من البداية وأنت ستكرره بل فقط يقول أصدقك وأسامحك رائع. رائع. ويعدنا بمستقبل أفضل إذا الإساءة تجعلنا نغلق أرواحنا يقول بولس لأهل كورنثوس افتحوا قلوبكم لنا صحيح لأن كنيسة كورنثوس أغلقت قلبها فالإساءة تجعلنا نغلق قلوبنا فنصبح مثل البحر الميت يوجد بحر الجليل والبحر الميت بحر الجليل يستقبل ويعطي يستقبل ماء من الشمال بالقرب من قيصرية فيليبي ويعطي ماء ناحية الجنوب البحر الميت يأخذ ولا يعطي فليس هناك حياه فيه فان اردت تاسيس اسره لا يمكن ان يعيش فيها اي شيء جيد عليك ان تغلق روحك هذا ما يوصي به الكتاب المقدس حين تغفر تفتح روحك وهو لا يقصد سأفتح حين أعرف وأتأكد من أنك لن تكرر خطأك يقول يسوع استعد لأن تؤذى سبعين مرة سبع مرات وفي لوقا يقول في اليوم بمعنى أربعمائة وتسعين مرة في اليوم الواحد أي أن تخطئ إلي مرة كل ثلاث دقائق هذا إذا لم ننم أبدا لا أعرف أي شريك حياة يقدر أن يخطئ بهذا القدر ما يقصده يسوع انك يجب ان تغفر مثل ابيك السماوي ف... هذا كان في بداية زواجنا لكن بعدها وجدنا أنفسنا في طريق مسدود واستمرينا في خلاف لمدة عام ونصف تقريبا وكان أولادنا يقولون لنا على طاولة العشاء لن تبدأ الشجار مرة أخرى لأننا كنا نبدأ في التلميح بهذا ذات ليلة كنت في الخارج تصلي وكنت غاضبا مني وأنا غاضبة منك لا لا وماذا حدث بشكل أوضح كنت ثائرا وهائجا نعم و... لا أحب الوسط وأنت كنت ثائرة علي أحب العمل الكامل كان هذا في الموسم الذي بدا فيه الوضع ميؤوسا منه فأغلقت فمي واندفعت خارجا من المنزل قلت الكثير قبل أن تغلقه نعم ثم اندفعت خارجا أذكر كنت أسير في الخارج وأصلي يا رب أنا غاضب منها وأنا لا أعرف ماذا أقول ولم أقدر أن أصلي كنت غاضباً ولن أنسى ما همس به الروح، لن أنساه. قال: أريد أن تشكرني على شيء واحد في ليزا، ميزة في ليزا. فكرت ثم جاوبته قائلا: إنها أم صالحة. وعندما قلت: أشكرك لأن ليزا أم صالحة عندها، وقلت طاهية ماهرة. بعدها قلت: وطاهية ماهرة. وقلت: وشكرا لأنها تقول هذا لي ولأنها تلبس هكذا وشكرا وفجأة انفجرت نافورة شكر واستمريت في شكر الرب وكنت في الخارج وقلت لنفسي: يا أحمق أنت شخص غبي إنها رائعة. وأتذكر حين رجعت إلى البيت بعد ساعة إلى ربع قلت اسف جدا كنت غبيا يا ليزا ارجوك سامحيني انت كذا وكذا 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 ورايتك تنصهرين حرفيا امام عيني في الواقع كنت متضايقه مني لاننا كنا نحب النزاع كنت داخل حوض الاستحمام وقلت يا رب اذا ارجعته وقال انه اسف سافتح قلبي لقد كنت غاضبه منه جدا والسخيف انني نزعت خاتم الزواج لسنا مرتبطين يا زوجي كنت اقول له هذا فيقول لا افهم هذا نعم وكنت ايضا كل يوم احاول ان الفت نظره ليس هنا ليس هنا ثم ثم خباته خبأت خاتم الزواج هذا صحيح لقد خبأته كان هذا سخيفا هذا أصل إيطالي من صقلية على أي حال لبست خاتم زواجي مرة أخرى ثم في ذلك الموسم أذكر أيضا كان جون يسافر كثيرا وفعليا وصلت لدرجة أني أحب سفره وهذا فظيع كنت أقول الحياة أسهل عندما يسافر وجوده هنا يثير جنوني بسبب شجارنا الكثير والضغط النفسي وكنت في حجرتي ذات مرة وقلت يا رب أنا فقط أريدك أن تقوم بتغيير جون تغييرا كاملا تغييرا شاملا هناك بعض الأمور التي تحدث منه لا تعجبني واعرف انها لا تعجبك أنت أيضا و لأني كنت أشعر أن الله في صفي و... و... وسمعته يقول لي قولي أني أكفيك فقلت انتظر لو أني قلت أنك تكفيني هل هذا يعني أن جون لن يتغير تقصد أن هذا الوضع لن يتغير أبدا وأن علي فقط أن أكتفي بك. فقال: أريد أن أسمعك تقولين إني أكفيكِ. وأتذكر أنه كلما حدث شيء يبدو وكأنه محبطا لي كنت أقول: يسوع أنت تكفيني، يسوع أنت تكفيني، يسوع أنت تكفيني. وأذكر أني انتقلت من يسوع أنت تكفيني إلى فايد من يسوع أنت. تكفيني وأكثر، فأصبح لدي ليس فقط كل ما يكفيني أنا، بل ما يكفيه أيضاً. وأتذكر عندما رجع من الرحلة التالية، كان الله قد عمل في حياته. استقبلته في المطار، في الماضي كنت أدع أي شخص آخر يستقبله، لم أكن أحب أن أستقبله في المطار. استقبلته في المطار وكان قد أحضر لي هدية وأذكر أن هذه كانت بداية جديدة مدهشة جدا وقد بدأت عندما قلت أن يسوع يكفي وأكثر وعندما قرر جون أن يشكر حين بدا وكأنه يملك القليل جدا وكثيرون لا يفهمون أنه لا يشترط أن يمتلكوا كثير ليشكره أو يكونوا في وضع مثالي شكرنا يأتي من قلوبنا ويمكن لأي شخص أن يكون له قلب ممتن حتى إن لم تكن أسرهم تعجبهم هل تذكر حين كنت طفلا تقود الدراجة وكان هناك حجر في الطريق أمامك عشرة أقدام من هنا ومن هناك ولكنك تنظر للحجر وتصطدم به لما؟ لأنك تسير ناحية تركيزك ما كنت أركز أنا حين بدأت أقول أشكرك يا رب لأنني كذا وكذا أدركت انظر إلى الحجر غيرت ما تركز أنا أركز علينا. على الحجر فقط الآن انظر إلى كل ما باركني الله به في هذه المرأة المذهلة لذلك هذا مهم العدو يريدك أن تغلق قلبك ويريدك أن تشعر بالإساءة لأنك بذلك لن تبني، اسمعوني جيدا، لن تبني، لن تثمر، لن تربح أحدا، سيؤثر ذلك على جميع نواحي حياتك ومنها أولادك. تعرفون، أعتقد أن أحد أعظم الأمور التي شهدها أطفالنا منذ الصغر أنهم رأوا أباهم وهو يعتذر لأمهم، ورأوا أمهم وهي تعتذر لأبيهم. وكنا دائما نعتذر لهم ايضا حين نخطئ في حقهم اريد ان اقول ان الغفران فيه قوه جباره الغفران لا يكتسب كحق في ملكوت الله بل يعطى لمن لا يستحق الله لا يغفر للصالحين فقط ويترك الاخرين بل يغفر لمن لا يستحق تنظيف سفينتك يحتاج التاكد من عدم وجود ضغينه او شعور بالاساءه يجب ان نزيلها هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعة سجل لتستقبل التحديثات لأشياء جديدة اعرف المزيد على cloudlibrary.org ذكرنا ان جون كان لديه خلفيه عائليه رائعه اذكر حين تقابلنا انا وجون اول مره وفي عشاء خطبتنا عائلته قابلت عائلتي وكان الامر مخيفا حقا كانوا يقولون يا إلهي من هؤلاء الذين ستجعل عائلتنا تصاهرهم أبي كان يغازل والدة جون أثناء عشاء خطبتنا وقلت في نفسي يا إلهي لا أعرف حتى ماذا أقول أمام أبي وأمام زوجته نعم لقد كان سكرانا وكان يدخن وكنت أشعر أنه لا يوجد ما هو جيد عندي أنا أحضرت السوء كله إلى هذه الطاولة ووالدة جون كانت تدرك هذا الأمر وبدأت تهمس قائلة لم يحدث طلاقا في عائلتنا من قبل أبدا فقلت هل تتحدث عني؟ هل أنا طلاقا؟ شعرت بإني قد أحضرت كل ما هو سيء أما جون فقد أحضر كل ما هو صالح وتراءى لي أمرا يا جون أن الله لا يريد صلاحك ولا سوئي بل يريد نسلا مقدسا يريد عائلة يبنيها هو من الأساس ويرتفع بها وقال لي تعرفين سيكون هذا إرثا من عمل الله والجزء الكتابي الذي امدني بالايمان الجوهر يجب ان يكون لديك جوهر لم يكن لدي جوهرا طبيعيا ولا ارثا ولم يكن لدي مادة خام أعمل بها، الإيمان كالجوهر الذي أعطاني القدرة على التصديق كان في مزمور 45، وهو حقاً ما أعطاني الرؤية، وأعطاني مخطط للصلاة، وأيضاً الحب ليس شيئاً نحققه، أخذت مزمور 45 10 عشرة و11 عشرة علي، أيتها الفتاة العزيزة اسمعيني، انتبهي وافهمي، انسي شعبك وبيت أبيك فالملك يشتهي جمالك هو الآن سيدك فانحني له وهكذا قلت حسناً يمكنني أن أضع خلفيتي جانباً يمكنني أن أنساها هذا ليس مقياساً ويكمل حديثه قائلاً عوضاً عن أبائك يكون بنوكي عدد 16 و 17 تقيمهم رؤساء في كل الأرض لأجيال قادمة سأعرف بإسمك فتسبحك إلى الأبد شعوب كثيرة. نحن نعرف الآن أن هذا يعني يسوع وعروسه، ولكني أخذته كوعد شخصي لي أنا. فبدلاً من أن يشبه أولادي جدهم الأرضي الذي كان سكيراً وكان مهشماً وكان فاسقاً، بدلاً من أن يشبهه أولادي ويرثوا صفاته سوف يشبهون أبيهم ويشبهون ربهم. سيكونون أمراء الإله العلي. فانتهى بنا الامر بالتمسك بذلك الوعد وبحق وعن قصد كسرنا الكثير من اللعنات التي كانت تسري في العائله وهذا شيء لا يحدث بالصدفه هذا شيء يجب ان يحدث عن قصد صحيح والامر الاخر هو وهذه الايه تاذن لنا ان نفعل هذا بالتاكيد الامر الاخر الذي نحتاج ان ننظف السفينه منه حقا هو تحكم الاهل الذي يفصل بيننا اعتقد ان هذا يسبب مشاكل كثيره خاصه في سنوات الزواج الاولى طبيعي انك حين تتزوج ترغب في الدفاع عن والديك او عائلتك بدلا من الدفاع عنهم لما لا تبني جسرا تعرفون الرؤيه الحقيقيه جاءتني عندما رايت في الكتاب ان العهد منذ البدايه قال ان يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته واراني الله ان هذا الترك يعني ان تترك سلطان عائلتك وتاثيرها تحترم والديك ولكن تتوقف عن طاعتهما لأنه يوجد الآن عائلة جديدة تبنى، وأدركت أن الله قد أعطانا امتياز بناء أسرة جديدة مؤسسة على ما نؤمن أنه يريده لأسرتنا. لقد طبقت هذا على أولادي. أديسون قد تزوج، وقد قلت له قبل زواجه مباشرة: أديسون لن أقول لك ماذا تفعل في أي شيء إلا إذا سألتني. يجب أن تفهم أن توجيهي لك قد انتهى. أنت تؤسس عائلتك الخاصة، ولقد أسس أمورا في عائلته أنا فخور بها جدا. وهي افضل مما فعلناه نحن وهذا ما تريده لاولادك وبناتك ان يكونوا افضل لكن عليك ان تتعامل مع تاثير الاخرين كان احد والدينا يتدخل في امورنا وكان متحكما وكان يحاول تفريقنا وذات يوم جلست مع ذاك الذي لا ازال احترمه فعلنا ذلك سويا نعم سويا كلامنا معا افضل من كلام احدنا فقط ذلك الشخص كان مؤمنا ويعرف الكتاب المقدس وكنا نعرف انه علينا ان نحترمه ولكن ذلك الشخص كان يمزقنا جلست معه وقلت له لن تتدخل في عائلتي بعد الان هذا بيت جديد نحن نحترمك ونحترم مركزك ولكنك لن تتحكم في قرارات هذا البيت لن تتلاعب لتجد مكانا في هذا البيت ابق بعيدا كان علي ان اكون صارما لاني حاولت كثيرا باللين وباللطف لكن شكرا لله ذلك الشخص فهم اخيرا عندما تكلمت ببعض الصرامه والان ذلك الشخص في مكانه الصحيح حقاً عليكم أن تحموا اتحادكم لأن العدو سيفعل كل ما في وسعه ليدمر اتحادكم هذا. عندما أعقد طقوس الزواج أنظر إلى جميع الأصدقاء والأقارب وأقول: "ويل لكم يا من تتكلمون ضد هذا الاتحاد، يا من تحاولون تفريقه". أقول: "ويل لكم هذا اتحاد عينه الله، لا تتجرؤوا وتفرقونه، تكلموا فقط بما يعطي حياة وشفاء وصحة". اعرف كم احب ابني انه ابني فلذه كبدي لحم من لحمي وعظم من عظامي ولكني قررت الا اكون عامل تفرقه بينه وبين زوجته التي اعتبرها ابنتي ساكون فقط عامل مساعد على وحدتهما عندما يتعرضان لاي نوع من المشاكل في حياتهما الحب لا يجعلك تختار الحب لا يجعل الناس تختار، الحب يؤيد التكوين الإلهي الموجود بالفعل، فإن تزوج أولادنا، يقول الحب: نحن نؤيدكم ونريد أن نراكم تنموان، لا نريد أن نجعل أزواجنا يختارون بيننا وبين والدتهم، لأنهم قد اختاروا بالفعل، عندما تزوجوا قالوا: أنا اختارك، فلسنا بحاجة أن نفعل ذلك، نحتاج فقط أن نذكرهم بهذا الأمر. أنا أعرف هذا الأمر لأني لم أكن أفهم كيف أتعامل مع زوجي. بطريقه امنه بسبب ما رايته كنت اظن ان الرجال دائما يتركون زوجاتهم ودائما يحبطون يقولون انهم سيبقون معك ولكن لا يبقون أو سيحبونك دائما ولا يفعلون ذلك بالنسبة لي السنوات الأربعة الأولى من زواجنا في الواقع كانوا أطول قليلا من ذلك لم نعد نتشاجر لكن بعد أن أنجبت إديسون كنت أحاول أن أعانقك لا لا لدينا الكثير من الأمثلة لكن قصص تذكر حين كنت أعمل منتجة تلفزيونية نعم وأنت كنت تعمل بنصف دوام وأنا أعمل بدوام كامل وكنت أعود إلى البيت وكل ليلة أدفن نفسي في حوض الاستحمام وأرفع أنفي فقط فقط فوق الماء وأقول لنفسي استرخي استرخي وكان جان يقول لماذا لا تهدئين فأقول لإني إن هدأت سيتحطم العالم كله أنا أحمل عالمك في يدي أنا المسؤول عن الدخل وأفعل هذا وذاك وعلي كل هذا الضغط فكان يقول لا الله يرعانا فأقول لا أنا أرعاكم وإن انكسرت أنا الجميع سيتدمر، فيقول لا الله يرعانا فأقول لا. وأذكر ذات ليلة قررت أن الحمام ليس كافيا فكنت أحصل على تدليك فكنت أدلك رقبتي وكنت أحاول أن أهدئ نفسي لأسترخي وبدأت هذا الحوار مع الله وسألني هل تظنين أن جون رأسا جيدا لهذا البيت؟ فقلت لا لا أعتقد وكنت أتوقع أن يقول الله وأنا أيضا لا أظن ذلك، لكنه لم يقل ذلك بل قال تظنين أنك تقودين أفضل؟ فقلت نعم اقود افضل فقال هذا نير عليك يا ليزا ولكنه عباءه جون وقال القيها قلت لحظه اذا القيتها حتى القمامه لن تخرج انت لا تفهم اذا لم اقل له ان يخرجها فقال القيها فقلت انا لا اعرف ان كنت استطيع ان اثق به فقال لم اطلب منك ان تثقي بجون اريد ان تثقي بي قال: ألقيها. وفجأة مر في ذهني فيلم من كل تلك المواقف بيني وبين جون التي كنت فيها أظن إني ذكية جدا، وأدركت إني كنت قاسية، وخرجت من الحمام في هذه الليلة وأنا أبكي كثيرا، وكان شعري منكوشا، وقال زوجي لقد انكسرت أخيرا، واضح جدا من شكلها، وأذكر إني قلت: أنا آسفة جدا، آسفة جدا. لقد تشاجرت معك على كل شيء، لأني كنت خائفة. أن أحبك، كنت خائفة أن أثق بك، وقلت سأترك عملي غدا إن أردت مني ذلك، أريد أن نكون واحدا. وقال جون: لا أريدك أن تتركي العمل، أنا لا أعتقد أن هذه هي المشكلة، أظن أنك بحاجة أن تتركي التفكير بأنك المصدر. وأذكر تلك الليلة صلينا معا لأول مرة، لأنه قبل ذلك كنا نصلي ضد بعضنا البعض. يا الهي يا رب اشكرك لاني اسامح جون على ما قاله لي وقتها واسامحه لانه ناسي ان يقوم بكذا لي او اقول لا تصلي بصوت عالي او انت تضايقني ثم اقول لماذا لا تريد ان تصلي معي بالطبع انا انتقده طوال الصلاه لما قد يريد ان يصلي معي في تلك الليله اذكر صلينا وكانت هذه بالفعل بداية النهاية. كانت هذه بداية نهاية ذلك الوقت العصيب، ولا أعرف يا ليزا إن كنت تذكرين ذلك أم لا، لقد تغيرت بشكل معجزي. كنت أقول: غداً ميعاد القمامة، لا تنساها، وأنساها، وكنت أقول: ما مشكلتي؟ ولكن الآن أستيقظ وأقول: القمامة. و... و لم يكن علي أن بدوام شيء كامل وأنا بنصف دوام وقتها فقلت سأنظف البيت وذات مرة ظهر يسوع هناك خرجت واشتريت غسالة ومجففا ولم يكن معنا الكثير من المال لم يكن لدينا غسالة ومجفف كان معنا طفل رضيع وأدخلت الغسالة والمجفف وهي في العمل ثم جاءت وقلت لها شيئا احضري لي شيئا من الحجرة هل لا تحضرين لي كذا من تلك الحجرة الحجرة عملت التي وضعت الأربعين غسالة والمجفف الجديدين وقلت أعتقد أنه هناك وماذا حدث؟ مشيت باتجاه الحجرة في حالة استغراب وفتحت الباب ثم صرخت آه غسالة ومجفف غسالة ومجفف لا أصدق الله بدأ يضع كل شيء أحتاج إليه على قلب جون أردت أن أشتري أطباق. نعم لقد فعل هذا، اشترى أطباق. قلت كيف يفكر رجل في هذا؟ نعم لكني هذا كنت حدث. كنت أريد أن أفعل كل شيء لها، كنت أريدها أن تحصل على بيت جميل جدا. وما زلت كذلك. ولكني تغيرت. وهكذا حين كنا نتسارع كانت سفينتنا متسخة، والروح لا يقدر أن يتحرك فينا. وأريد أن أقول هذا دفاعا عن كل رجل. تعرفون رأيتك تتحول من ولد إلى رجل حين توقفت عن أن أكون أمك وبدأت أكون زوجتك، كل ما يعرفه الرجل عن الأنثى الحميمة هو أمه، لذا سيتفاعل مع زوجته وكأنها أمه إلى أن تخرج من هذا الدور وتبدأ في أن تكون زوجة له هذا يعني انها هي التي ستخرج هذه القوة من الرجل، ومعظمنا لا يعرف كيف يفعل هذا، لكن الأمهات دائما يدربون يدربون، لكن الزوجات لديهم دعوة مختلفة، ليس بالضرورة يدربون بل يحترمون ويثقلون، لذا فهي عملية مختلفة عن دور الأم، وإن رأيتك تكبر وتتقوى في جميع نواحي الحياة، منذ تلك اللحظة التي بدأت فيها أن أكون زوجتك، ليس فقط في زواجنا أو كأب، بل كخادم أيضا، تتذكر؟ توقفت عن وعظ رسائل الآخرين وبدأت كلمة الله تقال على فمك. أذكر ذلك. إذا علينا جميعا تنظيف السفينة، كلنا، لكي يستطيع الروح القدس أن يبدأ يتحرك ولكي نتحرك نحن باتجاه دعوة الله. أم. سأنتقل إلى الخوف من الهجر أذكر ذات مرة كنت في الحجرة وقلت لزوجتي كلما كنت أحتضنها ترفض كنت أربط ثم أبعد عنه تربط أربط علي أبعد. وقد رأت والدها يترك أسرته لأجل امرأة أخرى وقص كنيستها ترك زوجته من أجل امرأة أخرى فبالتأكيد سأفعل ذلك كانت خائفة ونظرت إليها ذات مرة وقلت: مر على زواجنا ثمانية أو عشرة سنوات، وقلت: هل ستنتظرين حتى تمر سبعين سنة حتى تدركين أخيراً أني لن أتركك أبداً؟ وأعتقد أن... وقال: أنا سأبقى، ولكننا حتماً سنفقد الكثير من متعة أثناء بقائي. وفكرت: هذا صحيح. طيب نحن تماماً. كنت أجعله يدفع ثمن أخطاء والدي. وهو ليس والدي لم أكن مستاء من ليزا كنت أقول الحقيقة بحب إن كنت قد شعرت بالإساءة لما كنا بخير الآن وأدركت أني أحتاج أن أؤكد أني سأبقى معها فقلت لدي مثال حي والداي بقوا معا ستة وستين عاما لدي مثال حي أحتذي به ليس فقط أبي السماوي، وإن لم يكن لديك مثال حي فلديك يسوع الذي لا يتركنا أبدا، الله لا يتركنا أبدا. انظر: السفينة يجب أن تنظف لأنك لن تبني إن كنت تشعر أن شريكك سيتركك. فكما قلت: الله قال: أريدك أن تثقي بي، هذا جزء من الحل. واكتشفت أنني من الأفضل أن أحبك بالكامل وتتركني من ان اعيش في هذا التيهان قررت ان احب بعمق وهذه كانت نقطه تحول هذا عهد بدلا من عقد واخر شيء سننظف سطح السفينه منه هو توقع الميديا الخيالي للزواج لانهم رسموا شكلا اذا لم تجده في زواجك تشعر بان زواجك فاشل فيجب ان نتكلم عن ذلك لان الميديا قدمت صوره عن الحب المؤسس على المشاعر فلو وجدت المشاعر نتصرف بحب لكن الحب الحقيقي يتصرف بحب حتى في عدم وجود المشاعر فيجب ان نزيل هذا كان لدينا الكثير لنقدمه في هذه المحاضره لدينا صلاه مطوله في هذا الكتاب ونريد منكم ان تجلسوا لن تستطيعوا ان تفعلوا ذلك الان هنا نريد ان تجلس مع شريك حياتك وتكتبان ما يحتاج ان يزال انظروا الى تلك الصلاه وعلى ما كتبناه في هذا الفصل ناقشوه ثم ابداوا في مواجهته بعضه سيواجه بتغيير في التوجه والبعض الاخر لانه روحي سيواجه في الصلاه يمكننا ان نقول الكثير ايضا لكن تذكروا الطلاق كان غير مادي كان روحي كان في اباء ليزا وواجهناه في الصلاه في الواقع ليزا واجهته وحدها في الصلاه ودعوني اقول شيئا لقد تحررت كسرت ذلك الارث وهذه هي قوه الصليب واريد ان اقول ما لا تواجهه في الصلاه من الامور الروحيه لن يتغير لذا نشجعك ان تاخذ وقتك وتفعل هذا نعم اريدكم ان تصلوا لكن اريد ان اقول ان الامر لا علاقه له باخطائك بل بالكثير من الامور الرائعه في مستقبل عائلتك له علاقه بكون عائلتك حره طليقه ارث سماوي يمشي على الارض نظف السفينه لكي تتقدم دعونا نتخلص من كل ما يعيقنا من استقبال كل ما لدى الله لنا لا يهم عدد اخطائك واخطائه لا احد منا يريد ان يحصل على ما يستطيع ان يفعله بقوته الذاتيه بل نريد عمل الله في زواجنا ونريد نسله من الله فقط لذا نريد ان تكون هذه اللحظه مقدسه لكم لذا سنصلي ولكننا نريد ان كل شخص او كل زوجين يفعلون ذلك سويا لذا كتبنا ذلك بالضبط دعونا نثق بالله. يا أبانا في اسم يسوع، نريد لكل زوجين، ولكل خطيب، ولكل خطيبة، ولكل شخص. بينما يقرؤون هذا الفصل، وبينما يكتبون أمورا تحتاج أن تزال من السفينة، نطلب جوا سماويا. نصلي أن يقودهم روحك ويحيط بهم. نصلي ان ملائكتك تحيط بهم مستعده للانتقام من العدو الذي ابتلاهم من جيل الى جيل نتكلم بالحريه على بيوتهم نتكلم بالحريه على زواجهم نتكلم بالحريه يا رب على حياتهم في اسم يسوع المسيح نحن نعلن ان ملكوت الله قد اتى بينكم وستتم مشيئه الله في زواجكم وفي بيوتكم كما في السماء كذلك على الارض في اسم يسوع القدير امين 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 هذا مثير ثقيل لكن مثير في المحاضره القادمه سننتقل الى البناء بما اننا نظفنا السفينه